خرجت حاجا من بلدي وأرسل معي أخ قيمة حجتين عن شخصين، وأعطيت المبلغ لشخصين من أهل المدينة وأنا لا أعرف الأشخاص معرفة جيدة، وقلت لصاحب المال ما أعرف أحد، فقال أعطي أي شخص على ذمتي وذمتك بريئة، أرجو التوضيح وفقكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن تصرف الوكيل بحسب ما أذن له الموكل فيه إذا لم يكن مما يخالف الشرع نافذ ولا حرج عليه ولا ضمان عليه ولا تبعة إذا لم يتعد ما أذن له فيه. فأنت بالنسبة إلى هاتين الحجتين ليس عليك تبعة، ولكن قد تكون التبعة على هذا الذي قال لك مثل هذا الكلام المطلق، إذا كانت الحجتان وصية لميت أو لحي وكل موكلك لذلك. ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان له إذا كان يريد أن يعطي من يحج عنه أن يتحرى في أمانة الآخر ودينه، فإن بعض الناس قد لا يكون عنده تقوى من الله، تقوى لله عز وجل ولا رحمة لخلقه، فيأخذ هذه الدراهم ليحج بها ولكنه لا يحج بها ويصرفها فيما يريد من متاع الدنيا، فيكون بذلك خائنا لله، واقعا في الإثم، خائنا لأمانته وواقعا في الإثم.